يجب أن تكون صبورا بفكرة أن فكرة هنالك أكثر من مصطلح، يجب أن يعني ستصادف الكثير من المصطلحات بهذا الموضوع. من ضمن هذه المصطلحات، المصطلح الأول هو المصطلح full site editing. full site editing يعني أن محرر الموقع الكامل، و كما قلت بالبث السابق، محرر ووردبريس جديد يساعدنا على تحرير كل شيء، يعني كل شيء، بمعنى آخر الصفحات، كل النماذج، ليس فقط أن نكتب في الصفحة، لكن أن نحرر كل شيء، من ضمنها أشياء الترويسة، الهيدر أو التذييل، الفوتر. فهذا المصطلح مرة أخرى نستعرضه اليوم، هو اسمه Full Site Editing. Full Site Editing يعني محرر موقع متكامل. ماذا يعني محرر موقع متكامل؟ مرة أخرى يمكنك أن تحرر كل شيء بداخله. فدعونا نتحدث عن هذا المصطلح وماذا يعني بمصطلحات ووردبريس الجديدة. فذهبنا إلى مظهر والمحرر. مرة أخرى، المحرر في العادة كان يذهب إلى ماذا؟ نذهب من خلال المحرر لكود القالب، لكن الآن نذهب لشاشة تساعدنا على تصميم الموقع بالكامل أو تطوير الموقع بالكامل. فمثلا هنا نلاحظ لدينا مثلا لدينا هنا التنقل. التنقل يعني navigation، يعني القوائم. فإذا هنا لدينا القوائم، لاحظوا لدينا هنا التنسيقات. التنسيقات يعني الستايلز المختلفة التي يؤمنها القالب. نحن أعتقد ثبتنا، نتأكد ما هو القالب المثبت. ذهبنا إلى مظهر قوالب، فنحن 2023، وأصبح هنالك كما قلت وقت سابق 2024، فهو الأحدث 4، لكن نحن الآن نعمل على 3. و لاحظوا هنالك تنسيقات، هذه التنسيقات يؤمنها القالب. لاحظوا مجرد أن أختار أي واحدة يمكن أن أعدل هذه التنسيقات، وأيضا إذا اخترت أي واحدة منها مثلا هنا سيتغير لون الموقع بالكامل. طبعا أعتقد هنا يتم تحميل الشيء هنا، فيمكن أيضا أن تقوم قبل باختيار التنسيقات أن تختار قالب معين، مثلا القوالب هنا تختار مثلا صفحة الصفحات مثلا هذا. إذن هذه الصفحات، لاحظوا أنا أي تنسيق اخترته قبل قليل، اخترت التنسيق البنفسجي وظهر لي بنفسجي. طبعا إذا أردت مثلا مراجعة التغيير الذي أنا الآن اخترته، ربما أقول حفظ، والآن إذا عدت للموقع يفترض أن أرى شيء بنفسجي. فمجرد تغيير واحد من هنا يتم تغييره على كل الموقع، فهذا يساعدنا على هو نفس فكرة على فكرة نفس فكرة تخصيصات القالب بالقوالب المدفوعة أو الاحترافية كما تسمونها. فهنالك مخصص تخصص من خلاله كل الألوان، صحيح هذا بالقالب الكلاسيكي. أما الآن بمحرر بالقالب الحديث وبمصطلح ضمن مصطلح full site editing، أي محرر القالب بشكل كامل، فيمكن أن نختار يمكن أن نطور القالب أن يطيح عدة ألوان. ويتم أيضا طبعا لاحظوا أنا قمت بالنقر على القلم، وهنا مرة أخرى التنسيقات، وهنا استعراض تنسيقات. فيمكن أن أضع مثلا الأصفر، الأورنج هنا، و إذا قمت بالحفظ سيظهر موقعي بالحفظ. فأنا أغير ألوان كل الموقع بناء على الستايلات المتوافرة هنا. فإذا أين فعليا بالكود توجد هذه الستايلات؟ فإذا هذا هو السؤال، أين بالكود توجد هذه الستايلات؟ فإذا ذهبنا إلى القوالب هنا وإلى 2023، فهنالك مجلد اسمه Styles، وإذا ذهبنا إلى هذا المجلد سنجد بداخله، لاحظوا يوجد داخله ملفات .json. فإذا ذهبنا إلى أي واحد منها مثلا ملف مثلا electric.json، لاحظوا فإذا دعونا نختار electric من هنا. فإذا أين هو electric؟ هذا هو electric، فأعتقد اسمه electric. فإذا ذهبنا إلى هنا وتحديث، ها هو، فإذا هذا هو electric. فلاحظوا electric.json الستايلات التي تظهر لدينا هنا هي ناتجة من هذا الملف. لاحظوا اسمه electric بالتايتل، وهنالك
ألوان هنا موضوعة، وهي ألوان هذا القالب. أيضا يوجد لدينا، لا مشكلة مرة أخرى، لا مشكلة إذا كان هذا، طبعا بالتأكيد أنت لا تعرف ما هذا الملف أو ما بداخله، لا مشكلة، لكن حاول أن تأخذ يعني الفكرة العامة. فإذا هنا لدينا الستايلات، فإذا لاحظوا الستايلات مثلا بخصوص الباك جراوند كلر. لاحظوا يقول الباك جراوند كلر هو عبارة عن هذا الـ variable. هذا الـ variable هو CSS variable وخاص بهذا الموضوع باسم اسمه contrast. هذا الـ contrast نجده في الأعلى هنا. فإذا هذا الـ color هو الـ background الذي سيكون، هذا هو. جيد، دعوني أغير أي لون من هذا، يفترض أن يتغير إذا كنت أنا بإلكتريك، يفترض. فالآن دعونا نغير مثلا لون الـ primary مثلا مرة أخرى أحمر، فإذا لنرى وتحديث مرة أخرى لنرى إلكتريك. أين هو إلكتريك؟ هذا هو إلكتريك فعليا، أخذ الأحمر من هنا. إذا مرة أخرى ذهبت لإلكتريك، جيد، واستعرضت الألوان، فإذا لاحظوا أخذ الأحمر، وهذا الأحمر اللون الذي غيرته هو برايمري وضعته أحمر، وهو أيضا هنا برايمري أحمر. فهذا الفكرة، أن دعوني أتراجع عن كل التغييرات. هذا يعني أن من هذه الملفات الموجودة يمكن أن أغير الألوان الافتراضية لكل ستايل، وأيضا أستطيع تأمين أكثر من ستايل للقالب. فإذن هذه هي الفكرة فقط، هذه هي فكرة موضوع أن لدينا هنا ستايلات. فإذن لنعد لفكرتنا الأساسية، أن نحن بالأساس الفكرة الأساسية أذكركم بها، وهذه الفكرة هي التالي، هو أن الفكرة الأساسية هي رقم واحد، أن نحن نتحدث عن full site editing. وfull site editing يعني يمكننا أن نغير كل شيء. فقلنا أن يمكن أن نغير القوائم، هذا شيء عادي استطعنا تغييره في الوقت السابق. وأيضا تحدثنا عن التنسيقات التي تشابه لحد ما مخصص القالب في القالب السابقة أو القالب الكلاسيكية. أيضا لدينا هنا لدينا الصفحات، أكيد الصفحات المختلفة التي لدينا، التي يمكن كل صفحة أن نضع لها ستايل مختلف، أن نضع لها شكل مختلف، ترتيب عناصر مختلف، مثل فكرة بان الصفحات. ونفس الفكرة أيضا بالنسبة للقوالب. فكرة القوالب هنا لا تعني قوالب بمعنى themes، تعني قوالب بمعنى نماذج، يعني نموذج، أو بمعنى تمبلت. فهذا يعني القالب هنا، ليس بمعنى قالب كامل، بمعنى نموذج الصفحة، هذا شكل الصفحة هذا. إذا ذهبت إلى صفحة أخرى مثلا، شكل الصفحة هذا، هذا هو. فكل واحدة، كل صفحة من هذه الصفحات يمكن أن أقوم بترتيب لها، يمكن أن أقوم بترتيب لها شكل معين. فمثلا لو ذهبت مثلا وبحثت عن عنصر ما مثلا، سأجد هنا صفحة 404 ظهرت لي. نتائج البحث، هذه نتائج البحث عن this page cannot be found. أين هي؟ فإذا قمت بتحرير الموقع لأرى مرة أخرى أي نموذج هذا، فسنلاحظ أنه لنرى هذا نموذج نتائج البحث وليس نموذج 404. فإذا الآن أريد أن أقوم بتعديل على نموذج نتائج البحث. فإذا هذا هو النموذج، يمكن أن أختاره من هنا، ويمكن عندما أكون أنا موجودة في صفحة هذا النموذج على الموقع أكتب تحرير الموقع وسيوجهني للصفحة. فإذا ذهبت إلى صفحة نتائج البحث مرة أخرى تحرير، مرة أخرى إذا نقرت على هذا، فسيقول لي أن هذا فيه هيدر وفيه فوتر وفيه مجموعة التي أخبرتكم أنني سأتحدث عنها. لاحظوا المجموعة، ما الشيء الموجود فيها؟ المجموعة فيها عنوان نتائج البحث، أين هو العنوان؟ هذا. وفيها شيء اسمه حلقة الاستعلام، هذا مكون متقدم قليلا. وحلقة الاستعلام تشابه، للذي يعرف بالقوالب ووردبريس الكلاسيكية، تشابه اللوب، ووردبريس لوب. فالذي تابع معي الفيديوهات السابقة القديمة أو يعرف، ففكرة أن ووردبريس لوب ما هي فعليا،
ووردبريس لوب نضعها في كل الملفات حتى تعيد لنا نتيجة الصفحة التي يذهب إليها الشخص. فمثلا إذا ذهب لصفحة مثال على صفحة، فأنا أضع ووردبريس لوب. ووردبريس لوب ذكية كفاية أن تعرف أن هذه صفحة مثال على صفحة، فتظهر لي مثال على صفحة. فإذا ذهب إلى صفحة النتائج، ووردبريس لوب ذكية كفاية أن تعرف أن أنا في صفحة النتائج وأريد النتائج، فستظهر لي النتائج. واضح؟ فبالتالي هنا في هذا القسم، قسم حلقة الاستعلام، هي نفس الفكرة، أن هي ووردبريس لوب لكن كمكون بووردبريس الجديد. فإذا هنا لاحظوا لدينا تعدد الصفحات، يعني صفحة تالية صفحة، يعني باجينيشن بسيط جدا، ولا توجد نتائج إذا لم يكن يوجد نتائج. في حالتنا لاحظوا لا توجد نتائج، فظهر لي هذا الشيء، لم يظهر لي هذا الشيء الأعلى العلوي، وهذا دليل أن حلقة استعلام ووردبريس ذكية كفاية أن تعرف أن لا يوجد نتائج فلا تعرض شيء، أو تعرض فقط قسم لا يوجد نتائج. فهل هذه النقطة واضحة؟ فالآن بخصوص هذا الموضوع، فإذا هنا لاحظوا إذا كان لا توجد نتائج فسيعرض لي هذه الجملة. طبعا هذا النموذج لو كان موجود بين الملفات ويوجد هذا الجملة مثلا بهذا الشكل، فعادة ووردبريس عندما تضع جملة باللغة الإنجليزية أو جملة قابلة للترجمة، مثل هذه الجملة قابلة للترجمة، فإذن عادة ووردبريس ماذا يفعل؟ يجعلها قابلة للترجمة، إذا يعني أنت تعرف بالموضوع أو تابعت الفيديوهات السابقة. لكن بالتامبلت الخاصة بووردبريس، مثلا تعالوا نذهب للسيرتش، مثلا تامبلت سيرتش، مثلا في هذا التامبلت، لا إذا وضعت أنا جملة هنا، مثلا وضعت هنا جملة هكذا، هذه الجملة مثلا يمكن أن تكون قابلة للترجمة، لكن لا يمكن أن أترجم من هنا، لا يمكن أن أترجم من هنا، لاحظوا. يعني هذا شيء خاص بطريقة الكتابة بووردبريس، ليس يعني الشيء الذي أنا أقوله، هذا الشيء يعني موجود بووردبريس أن لا يمكن الترجمة خلال ملفات HTML، وهذا شيء عادي جدا. لماذا؟ لأن بكل بساطة أن يمكننا أن نحرر هذا السترينج مباشرة من الموقع لأي لغة، فلا داعي أن نترجمه من ال HTML. لاحظوا فكرة ال search content no search content موجود هنا في هذا، ها هو موجود هنا هذا القسم. فإذا لنذهب إليه، فإذا موجود، لاحظوا موجود أن هذا هو عبارة عن نمط، وموجود ب هنا أعتقد، فإذا دعوني أذهب إليه هذا، لاحظوا. فإذا الآن أنا بنمط شيء جديد في محرر ووردبريس، لا أعرف هل نتوقف عند هذا الشيء الجديد أم، لأن أصبحت هنالك كثير من المعلومات، لكن أود المراجعة بشكل سريع جدا. نحن تحدثنا اليوم بشكل أساسي عن Full Site Editing، يعني محرر ووردبريس متكامل يمكن أن تحرير فيه كل شيء، الكل شيء يعني الصفحات، المقالات، القوالب، يعني النماذج والستايلات والتنسيقات والتنقل وكل شيء. من خلال هذا الشيء الموجود، من خلال القوالب الموجودة بووردبريس، من خلال القوالب الموجودة هنا ضمن المحرر، هذه القوالب يمكن أن يتم إضافتها من خلال المحرر بشكل مباشر، أو يمكن هذه القوالب أن تكون موجودة بمجلد التامبلت الموجود بهذا الثيم. طبعا بهذا التامبلت، بكل نموذج من هذا أضع HTML عادي مع tags WordPress، سأتحدث عنها لاحقا خلال الدروس القادمة. لكن من ضمنها أيضا يمكن أن يكون مثلا هنالك محتوى مكرر، نريد محتوى يعني ربما أنا أريد أن أضيف فقرة مثلا في هنا، مثلا أريد إضافة فقرة نفسها تقريبا، أريد إضافتها هنا، نفسها أريد إضافتها هنا. فماذا الشيء الذي أفعله أنا؟ أقول أن هذا عبارة عن نمط متكرر. طالما هو نمط متكرر ماذا أفعل به؟ أذهب لي هنا المجلد الأنماط، أو أقوم بإنشاء مجلد الأنماط، أو مجلد الأنماط إذا كان موجود، وبالداخل أقوم بإنشاء هذا النمط التكراري. هذا النمط التكراري لا أضعه بملف HTML، بل أضعه بملف PHP.
وهذا الشيء الذي قام به، أنه قال أن هذا القسم، القسم هذا أن النو ريزلت سأضعها ضمن نمط خاص. فما الشيء الذي فعله هنا؟ قام بوضعها بمجلد الأنماط بهذا الملف مرة أخرى. هذا ليس ملف HTML، هذا ملف PHP. فبداخله كونه هذا مجلد، هذا ملف PHP، فيمكن أن أجعل السترينجز التي لدي قابلة للترجمة. وهذا الشيء الذي قام به هنا، أنا قام بإضافة باراجراف، وبداخل الباراجراف كتب هذه الجملة التي رأيناها هنا، هذا كتبها وجعلها قابلة للترجمة بهذا الشكل وفقط، وأضاف مربع البحث، والباراجراف تم إحاطته بتاجز الباراجراف. طبعا هذه النقطة لم أوضحها، لم أشرح عنها بعد، لكن لا، هذا هو سبب هذه البث المباشر، هذا هو السبب الرئيسي أننا سنوضح هذه الأمور كلها التي تبدو غريبة. فلم نصل لموضوع هذا التاجز، لكن الفكرة العامة، حاول أن تأخذ مني الفكرة العامة. فالآن لاحظوا أن بداية هذا الملف، بداية اسمه، يعني بداية هذا النمط hidden. فإذا ذهبنا إلى الأنماط مجددا، لاحظوا في يوجد بعضها ليس قبله hidden وبعضها قبله hidden، يعني البادئة hidden. البادئة hidden يعني مخفي. ماذا يعني مخفي؟ فهو واضح أمامي. مخفي أي يعني عندما أذهب أنا مثلا إلى هذا المسار، هذا القالب مثلا، أريد تعديله، أريد إضافة مكون له، فلاحظوا هنا لدينا أنماط، جيد. فالأنماط مثلا كل الأنماط الموجودة المتوفرة لدي سأجدها هنا، من ضمنها الأنماط كلها الموجودة هنا، لاحظوا. لكن الهيدن لن أجدها، فمثلا لو كتبت 404 يفترض أن لا أجدها لأنها نمط مخفي، لاحظوا مخفي. لكن لو كتبت مثلا بوست ميتا، أعتقد نعم هذا هو نمط، فيمكن أن أجربه بوست ميتا وأضعه هنا، جيد. فإذا هذا هو نمط ليس مخفي، موجود. طبعا أنا لست بحاجة لهذا الموضوع. قبل أن أنتهي، أريد أن أذهب فقط لفكرة الجروب. نتحدث عن الجروب، والتحدث عن الجروب سيكون بالطريقة التالية. هو كما قلت أن محرر ووردبريس يمكننا التحرير بداخله كل شيء، يعني كل شيء، وأكرر نفسي بهذا الموضوع. فإذا لدينا هنا المظهر مثلا، ونذهب محرر، نحرر كل شيء، زائد التحرير العادي أن نذهب إلى مثلا مقالة، كل مقالات، ونضيف مقالة جديدة. مثلا لو ذهبت إلى هنا وأضفت مقالة جديدة، فبكل بساطة هنا يمكن أن أضيف مثلا عنوان هذه المقالة، مثلا مقالة جديدة، ومرحبا بكم مثلا، وانتهينا. نشر. فالآن مشاهدة هذه المقالة، هذه هي مقالة جديدة، مرحبا بكم، جيد جدا. الآن الفكرة، لاحظوا إذا أردت إضافة مكون جديد هنا، يمكن أن أضيف من هذه إشارة بلس، أو من إشارة بلس هنا، وأن أضيف مثلا، أريد أن أضيف مجموعة، فإذا ذهبنا لمجموعة، لاحظوا مجرد أن أقوم النقر على مجموعة، سيقول لي مثلا كيف تريد الشكل، تريد الشكل هكذا، مجموعة فارغة. المجموعة يعني مترجم لـ HTML dev بسيطة، division يعني فقط. أو تريد مثلا صف يعني ماذا يعني؟ يعني two columns بجانب بعضها، أو two columns فوق بعضها البعض. فمثلا لو قلت أنا هذا جيد، هذا هنا، وأضفت هنا مثلا فقرة، وكتبت شيء هذا مثلا، وهنا تحديث، وعدت إلى هنا وتحديث، إذن لاحظوا هذه هي المجموعة. فما الشيء الجديد فيها؟ الشيء الجديد أن إذا ذهبت إلى بداية مرحبا بكم، أنا كتبت مرحبا بكم عادي بالـ HTML، مرحبا بكم هي مجرد paragraph tag. بهذا الشيء الذي كتبته هنا، هذا هو، لاحظوا هو أيضا paragraph tag عادي جدا، لكن محاط بdev. هذه الdev لها classes معينة، وهذه الclasses لاحظوا أول كلاس وأهمها هي WordPress-BlogGroup، وأيضا هنالك كلاسز أخرى موجودة هنا بداخلها، طبعا هذا لن أتحدث عنه الآن. الفكرة النهائية التي أريد التحدث عنها قبل إنهاء البث هي التالي، هي أن هذه المقالة موجودة لدينا هنا. إذا أردت أن أقوم بعرض محتوى هذه المقالة، يعني محتوى النص البرمجي، فبكل بساطة أقوم نقر هنا وأكتب محرر الشفرة البرمجية،
مجرد أن أكتب هكذا سيظهر لي هذا الشيء بمحرر الشفرة البرمجية. كمطور مثلا، كمطور HTML دعونا نقول، فأنت تفكر أن هذا سيظهر لي dev و paragraph tag، وأنت محق، لكن مع WordPress الجديد يوجد أشياء أخرى سيظهرها لك. فإذا نعد لموضوعنا، دقيقة، فقط أريد عرض الكود المصدري للصفحة view page source وأبحث عن مرحبا بكم. إذا هذا هو مرحبا بكم، نعم ها هو، هذا هو، فقط أريكم ال HTML. فإذا لاحظوا بال HTML العادي الذي يراه المتصفح وليس تراه أنت كمحرر كمطور ووردبريس، هنا لدينا H1 التي هي عنوان المقالة، مقالة H1 لاحظوا فيها style inline style، هذا يجب أن نتحدث عنه لاحقا لكن نتجاهله الآن. يوجد لدينا class اسمه WordPress blog post title، هذا أنا لم أضفه، هذا يتم إضافته بشكل أوتوماتيكي. ولدينا مقالة جديدة، لاحظوا مرحبا بكم، لدينا هنا مرحبا بكم، مرحبا بكم، لاحظوا هنا لدينا الديف، هذه الديف طبعا هذه الديف ليست محاطة بالبيرغراف ككل، أعتقد محاطة بأكثر، هذه الديف الخاصة بالبوست، بالبوست كونتنت، لاحظوا WordPress blog post content، وهنا لدينا بداخلها الparagraph tag، لاحظوا هذا الشيء الذي كتبته أنا هنا أحطه بمجموعة، وهذه المجموعة هي هذا، إذن لاحظوا WordPress blog group ومحاط ب هذا paragraph tag محاط بالdev التي أنا وضعتها، فإذن هذه هي المجموعة، هذه هي المجموعة، أن المجموعة ماذا تفعل؟ تقوم بإحاطة dev حول الشيء الذي أنت تريد. هذه الديف لها كلاس أوتوماتيكي WordPress Blog Group، وهنا لاحظوا لدينا tags محاطة بهذه الديف والتي هي اسمها WordPress Colon Group، وبداخل هذه التاجز التي الغير مرئية للمتصفح لكنها مرئية بالنسبة لWordPress، لاحظوا يوجد لدينا هنا attributes هنا موجودة، والتي هي مثلا layout layout type constraint. هذا خاصة بماذا؟ إذا عدنا لموضوع المحرر المرئي، فإذا هذه هي المجموعة، لاحظوا إذا ضعت أنا أين هي المجموعة؟ كل بساطة أنقر إلى على هذا وأقوم بالنقر على المجموعة، هذه هي المجموعة. فإذا الآن لاحظوا، الآن لاحظوا التخطيط تستخدم المكونات الداخلية عرض المحتوى، سأشرح عنها بوضوح ربما لاحقا. غير ذلك الآن أنا غيرتها، ولنرى بمحرر الشفرة البرمجية، فإذا لاحظوا type default، فإذا تغير layout default، وما الشيء الذي حصل هنا؟ فعليا لم يحصل شيء واضح بالنسبة لك بهذا الشكل، لكن layout تغير الخاص بهذه الديف، سنتحدث عن هذا الموضوع لاحقا بالديف إن كانت soft أو كانت، لأن الديف هنا إذا عدت إلى محرر مرئي، هذه الديف لاحظوا لدينا الصف ولدينا تحويل إلى تجميع اسموها، يعني two columns فوق بعضها، ترتيب عمودي وهنا ترتيب أفقي، وهنا هذه مجرد مجموعة، مجرد ديف، وأنت تحدد الـ content size الخاص بها. هذه الكلمة سأتحدث عنها لاحقا.